نظر يا قمر ونظري تتلحس يا حبيبتي. يلا تعالي اقعدي جنب جدو. يلا يا بت. بالراحة بالراحة على البت يا سندس، ما تبقيش انت والزمن عليها. اه يا انا احلى شاي وكركديه عم زكريا. تشكر يا حبيبي، سلم على ابوك. اه لا يا حاضر. والله ما انا عارفه ايه حكايتها مع الكركديه يابا. اه ما تاخديش في بالك، البت عجبها المزازه اللي فيه واللون الاحمر. اشرب انت الشاي بتاعك عقبال ما ربنا يتوب عليك انت كمان من السجاير اللي مشخشخه صدرك دي. اوه ادعي لنفسك ولبنتك، ما لكيش دعوه بيا انا. بدعي يابا والله، بدعي ليل نهار، بس انا خايفه قوي. خايفة من بنتك ولا خايفة عليها؟ رأيي ايه الكلام الدبش اللي بترميه في وشي ده؟ في أم في الدنيا تخاف من بنتها برضك؟ عيني عليك يا قمر، بختك مال وحظك غاب. أنت اللي خيبتيها وهببتي حظها لما جبتوا النصابين والدجالين حواليكم والولاية كمان بتاعت الزار دي. في حد يا بنت لسه بيعمل زار لحد دلوقتي؟ كار ايوب انت نسيت المصايب اللي احنا كنا فيها؟ نسيت المصايب عملوها اصحابها مش بنتك الغلبانه دي. ربنا ما يجيب مصايب تاني بقى، بجد ربنا ما يجيب مصايب. مش عايزه افسر، مش عايزه افسر، جسمي كله اشعر. لا تفسري ولا تقصري، خد البنت يلا اتجري على البيت. هات لي شاي يا ابني. كده يا قمر؟ كده برضو يا قمر؟ استغفر الله العظيم يا رب. قومي قومي يلا على البيت. بقولك ايه، ما تاخديش منها العروسه، ما تخليهاش تصوت وتجرسنا اكتر ما احنا متجرسين. كده يا قمر؟ حد يعمل في عروسته كده؟ ينفع يا حبيبتي؟ احنا لسه غاسلين حصان. مساء الجمال على احلى بنات. عايز ايه يا مخربي؟ طول النهار جايب الكرسي وعمال تبحلق لي وانا جوه الفرن، جاي تكمل بحلقه؟ الله، ما قلنا ناكل وبلاش بحلقه، قلت مش طايقنا ايه؟ ريحتنا وحشه ولا ايه؟ الحلوة ولا وحشة ولا واخدة بالي منها من أصله. بس أنا واخد بالي، واخد لفحة صعب من الفرن اللي لقيت في جتتي نار يا بنت الناس. كلامك حلو ومتزوق بس يا خسارة، لا بيحوق ولا يلوث. طب قريت المسج بتاعتي؟ قريتها ومسخة ملهاش طعم. الله، ويعني اللي عايزك في حلال ربنا يبقى مسخ ملوش طعم. الله يا مغرب، يعني عليك ده أنا بنت حتتك، ما ينفعش تفضل مستلقفني كده في الراحة وجاية وأنا نازلة وأنا طالعة. الله يا فعلين. يا رب يا شيخ ولا خد يا عطيا. في ايه؟ اوعى ايه يا مغربي، تعالى شغال انت اتجننت ولا ايه؟ يلا هات بنينا يا بس يا دكتور، روح يا يلا يا سند. يا لهوي يا راعي يا ولد، يا راعي اللي ضربك يا ولع الاهدي سد ايده يا راعي يا حرى الماما. بس تصفيه في ايه؟ خش انت اتفرج علينا الناس، حط حاجه على دماغك. نعم يا معلم انت كمان يا راعي يا سبع رجاله. الحاره كلها عارفه ان مغربي مؤدب ما يردش على الحريم ناقصه. يلا يا ولاد، يلا يا بنتي تعالى. يلا يا ولاد، حطي زينك جوه بقى يا صفية. الوقت ابنك خطف العروسه من البيت والبنت من ساعتها على صرخه واحده. يا اختي انت جيت ابو يا اختي، ارضيني عشان ابنك قليل ادب وسافر ومطرب. يلا يا جماعه، بس يلا يا جماعه، يلا يا جماعه ونب. يا دي النيل، ادبك يا بعيد بحق جه محمد. حقك عليا يا اختي، خشي عامله لك حاجه حلوه والنبي. خلاص ولا حلوه ولا وحشه، خليها مره ثانيه يا صفية. يا اختي بقى ما تكبرهاش، والنبي ده انا عامله حاجه حلوه البت قمر، رز بلبن تاكلي صوابعك وراه. صالحوا على فايا بقى وكله كنافه ولبن ورز. طب غور بقى، طب غور. عجبك يا ابني؟ خلاص خلاص يا صفيه، خلاص حصل خير. يلا بالهنا يا قمر، خلصي طبقك وانا اجيب لك واحد تاني. خالتك صفيه بتعمل رز بلبن، محدش يعرف يعمل زي. انا هطلع اعمل عشاء عشان ابويا زمانه جاي وهتعشى معي. اوعي يا بنت تكوني لسه زعلانه مني. انا مش زعلانه منك يا صفيه، ومش زعلانه من ابنك، انا زعلانه على حالي وحال بنتي. بتصعب عليا قوي، لسه صغيره على الهم اللي هي فيه. ما تعمليش في نفسك كده، مقدر ومكتوب. النهارده لما ابنك قال لها يا ركش حسيت ان انا السبب. هي بتزعل من الاسم ده؟
بنتي بقت فعلا ركش يا صفية. يا اختي بس ما تفسريش في وشي البنت الشر بره وبعيد. لا فسر ولا ما فسرش، والنبي زبينة اطلع يا صفية. اخصى عليكي بلاش غم بقى. اقول لك تعالي اوريك جبت حاجات حلوة قوي. والنبي يا صفية تسيبيني اطلع. يا بنت تعالي اوريك انا جبت ايه. تعالي بس تعالي بقى. طب استني. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. اقعدي كلي رز باللبن ده لغاية ما اجي. كلي يا حبيبي. شفتي دول يا بت؟ يا خرب بيت شيطانك يا صفية. ودول هتلبسيهم لمين دول يا ولية؟ لنفسي. أنا بتبرفن لنفسي وبتزوق لنفسي وبصبغ شعري لنفسي. لنفسي لنفسي أهو ده بقى يا أختي اللي مطمع فيكي اللي يسوى واللي ما يسواش. وأنتي يا أختي ما حدش طمعان فيكي؟ يا أختي بلا حصر، هو في حد متخبي الخيبة بتاعتي؟ إلا قولي لي يا صفية، هو ده غالي قوي؟ خدي لو عجب. لا انا بس عايز اعرف هو بكام ومنين. يا ستي خديه، انت مالك؟ هو في فرق بينا؟ الو وانت كمان؟ لا ما ينفعش كده، صاحبتي عندي. هو انت عرفت؟ مين قال لك؟ مين؟ هو يستجري؟ هيكون مين اللي بيرن يعني؟ بختي الاسود. ثانية واحدة. ايه مش سامعة؟ ولا خشي اقعد على الحمام اللي عصمتلك المعفن ده. ايه ياما؟ ايه ياما؟ ايه اللي جاب البت دي هنا؟ ولا اتكتب يا تفخص يلا اتكتب وتنايل خش على الحمام كتكنيلة. مش هعرف اكلمك دلوقتي، صاحبتي عندي. سلام. صفية بيأذيك زي ما أذيت قمر بنتي. قادر يا كريم، قادر يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا
يا حاج نوح، كنت عايز تقول ايه؟ ما هي الحكايه مش جديده يا سعاده البيه، دي حصلت في بيوت كتير في المنطقه ومن غير سبب، وكل مره يبعتوا لنا ناس من الاسم، اللي يقول لنا ده ماس كهربائي، واللي يقول ده البتاع اللي بيقتل الصراصير، واللي يقول لنا عيالكم بيلعبوا بشماريخ وصواريخ بتولع في السماء، ويسيبونا ويمشوا. وانت شايف ايه يا حاج؟ والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه. قول يا حاج. جن كافر ماسك الجهادي ومش عايز يسيبها، وده من عمايل الناس في بعضيها وقله دينها. الشيخ البوصيلي راح قرى بيت العسال وبرضه مفيش بيت، النار بتولع فيه لحد دلوقتي، وابونا شحاته جيب نبي فاطمه اللي على ناصيه الحاره وبرضه بيتها ولعت فيه النار الجمعه اللي فاتت. طريق بيه بعد ما تاخدوا العينات ما تنساش تفتش اوضه الشاب اللطيف ده. صندل صندل لا يكون شايل شماريخ ولا حاجه. شماريخ يا باشا؟ شماريخ ايه؟ يا امي بتديني فلوس اجيب شماريخ؟ اسالها ايه؟ لا يا ست صفية مفيش حق، بيدي صندل فلوس عشان يجيب شماريخ. وحضرتك هتقولي ايه اللي ولع في شقتي؟ ولا هتقولي ماس كهربي جوه الدولاب؟ ولا هتعرف ايه السبب؟ يعني في سبب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولي له يا صفية. بس يا ولية انا ما بظلمش حد. خلاص يبقى هقول له انا. والنعمة ده اللي حصل يا بيه. البت قمر يا حبيبتي صحيت من عز نومها على صرخة واحدة، نار الفرن ياما، نار الفرن ياما. فرن ايه؟ ما انا يا ابني من غير مؤاخذة فران، والبت الغلبانة دي تبقى بنتي، ودي بنتها الصغيرة، ساعات بتيجي تساعدني في الفرن وتسيب البت هنا لوحدها. قال لها من غير من غير مؤاخذة يا باشا، انتوا عايزين حاجة منها؟ لا ولا حاجة يا حاج، دول كام سؤال كده على المشي. بنتي ما تعرفش أي حاجة يا باشا، ولا في أي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده من أصله. إزاي بس يا حاج؟ هو في نار بتولع كده من غير سبب؟ السلام عليكم. السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ زيدان. معتز بيه سليمان، ده أنا من زمان ونفسي أقابلك. أخوك زيدان عبد الله مشمش عضو مجلس الشعب أسبق من السابق وليه الفخر. وعلى فكرة أنا ما كنتش عضو في الحزب الوطني. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا كنت أعرف الباشا والدك. سليمان باشا عدوية، رجل الأعمال المعروف، كان لينا معاه شغل بس الكلام ده من 10 سنين، تلاقيه مش فاكرنا دلوقتي. طب أعمل لك فنجان قهوة أستاذ زيدان أنت والبيه؟ لا أنا متشكر، هشرب عند الست صفية، شوفي معتز بيه. قهوتك إيه بيه؟ لا متشكر أنا. على فكرة أنا الست صفية قريبتي من ناحية الوالدة، هنا العلاقات متشابكة، والحكاية اللي حصلت في بيتها دي غريبة جدا. الست سندس وبنتها المسكينة مالهمش ذنب، أنت عارف كلام الحريم، بس بعون الله اعتبر الحكاية منتهية. أنا حكاية فيهم يا أستاذ مشمش؟ حكاية النار ولا حكاية الجن؟ أنا ألمح سخرية في كلامك، بس أنت عندك حق، أنا كنت زيك بالظبط، لكن لما شفت بعناية الوضع اتغير. شفت إيه؟ شفت صديقي الأستاذ شمس المحب محمود وهو بيحرق الجن قدامي وقدام كل الناس الموجودة. على فكرة في مصنع كيماويات ورا منطقة الحنفية لازق فيه. مصنع كيماويات؟ يعني ايه؟ لا معلومة يمكن تنفع. الجن تم ذكره في القرآن، في الكتب السماوية، التوراة والإنجيل. ماشي يا هلال بيه، بس يعني ايه برضه؟ معلومة يمكن تنفع. والجن ده بقى يعني ساب الدقي والمهندسين ومصر الجديدة ومزاجه يعيش في منطقة الحنفية. يلا شكرا. بقول لك ايه؟ انا هنزلك على صلاح سالم من بره، مش هخش ام مصر الجديدة دي. باشا باشا، اهو أي حاجة أحسن من قرف التاكسي. تاكسي يابا تاكسي، ده أنا بشوفك كل يوم وأنت لازم محطة المترو. مترو؟ وبعد المترو بركب ميكروباص. يلا باشا الله يرضى عليك. بس اللي اسمها صفية دي وليها باين عليها شمال، وخصوصا بقى الملزق قريبها اللي من ناحية الأم ده. زيدان مشمش، عضو مجلس الشعب الأسبق مش السابق ومش حزب وطني. الولية في بيتها حريق وشوف عاملة في وشها إيه ولابسة إيه. جرية طريق بيه. إيه يا باشا؟ ها؟
كنا بنعين الشقة ولا بنعين الحريم اللي جوه الشقة؟ بص يا ابني، أنا هعلمك ورزقي على الله. لو هتبص على الحريم يبقى تبص على البيت اللي اسمها سندس. ده على كده بقى يا باشا البلاغ ده هيطول. ها؟ لا، أقول لك إيه، نتكلم شوية جد. أنا في أسرع وقت لازم أعرف الحريقة دي مين وراها وبيعمل كده إيه. اركب. سنة وانتي طيبة يا حبيبي. على فكرة اديتي الجاهزة من يومين يا مزة المزز، بس زق ايه بقى؟ اوعى وشك، انت عارفة جوزك لما بينقي بينقي. انت كمان هديتك جاهزة يا معتز. يخليكي ليا يا عسل. عليا النعمة، هيبقى أحلى عيد جواز في بره مصر والدول الشقيقة. مفيش كلام ألطف من كده على الأقل النهاردة؟ كلام حنين يعني؟ باشا ده أنت تؤمر يا جامد يا وحش. مفيش فايدة، صابر وجرمين هيجونا على الأوتيل. أوه لعلمك بقى، عيد جوازنا ده بالذات كان نفسي نقضيه أنا وأنتي لوحدنا. كل مناسبة بتقولي كده، وبعدين ألاقيك تتصل بصابر وتقعدوا أنت وهو متبطلوش رغي وتسيبولي أنا جرمين. ومعاكي ربنا، يا ساتر يا رب على دي ست. أنا مش فاهم صابر مستحمل الولاية دي إزاي. بقول لك ايه، هتلبس البدله دي على الكرافته اللي انا محضراها لك عشان ما تحطليش البني على الكحلي، واوعى اوعى هتلبس الجزمه غير لما تقولي، انت فاهم؟ بتبصلي كده ليه؟ اه المكياج، عينيا الزفت اللي اسمها سناء ما جاتش النهارده الكوافير، وبقالي ساعه بعمل لنفسي مكياج، ربنا يستر يا رب يطلع كويس. انت ما عملتيش مكياج عند الكوافير ليه؟ ده حمار اصلا مبوظلي شعري. ليه بتروحي له؟ انت مالك انت؟ انت كمان هتتدخل في الكوافير بتاعي اروح لمين وما اروحش لمين؟ بقولك ايه، قوم البس بسرعه عشان ما تاخرش على الهام ومعتز، وكلام بقى في الثقافه والرغي بتاعك ده همشي واسيبكم. انت بتقرا ايه؟ اخي بجد على الكلام اللي انت بتقراه. اخي حاطه الهديه فين؟ انا دورت في الدولاب ما لقيتهاش. عندي في المكتب هنا. طيب انا هشرب موز باللبن، اعملك معايا؟ والدايت هعمل نسكافيه بلاك. يا نهار احمر يا جدعان. ايه يا باشا الحلاوه دي؟ ما بالراحه علينا شويه. ده انا رجاله العالم هيحسدوني النهارده. بيقولوا اللي بيبالغ في الكلام الحلو لمراته بيبقى راجل بيفهم، وبتبقى مراته ماليه عينه. ميرسي يا معتز. ولا الفستان؟ الفستان هياكل منك حته. عشان انت اللي جايبه يعني؟ انا اللي جايبه ده ايه؟ ما طز في اللي جايبه. المهم الحشو يا باشا. ده جرمين هتولع النهارده يا جدعان. هو انت ما ينفعش تتكلم معايا غير ما تحط جرمين في كل جمله؟ بس خلاص خلاص خلاص، انا ما قلتش جرمين خالص، ننسى الموضوع ده، ما قلتش جرمين. انت اتعودت تجيب سيرتها وانت قاعد معايا. خلاص بقى يا الهام، انت عايز تبدأ النكد من دلوقتي؟ امال لما نرجع هنعمل ايه يا حبيبي؟ مش هنلاقي حاجه نعملها كده. انت قصدك يعني ان انا هنكد عليك بعد السهره دي؟ خلاص بلاش السهره دي اصلا. بقول لك ايه، تعالي هنا. بقول لك ايه، ايه ده حبيبي، ايه ده حبيبي، النهارده عيد جوازنا وفي ناس مستنيانا ومش عايزين فضايح، صح؟ ناس مستنيينك انت صاحبك وجرمين. صدقني انا مش هبقى مبسوطه لو رحت السهره دي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ميرسي على الخاتم والفستان. وبرضه ما لبستش الكرافات اللي انا اخترتها لك، اوكي براحتك. مش فاهمة ايه السخافة دي، معقولة التأخير ده كله؟ ايه اللي تزوق بجد؟ محدش عارف ظروفهم ايه، حتى معتز ما بيردش. معتز جه اهو،
الحق ده جاي لوحده. بس يا مساء الفل. مساء الفل. ايه الاخبار؟ تمام. هو فين الهام؟ الهام يا سيدي جالها صداع وهي بتلبس فقالت لي اعتذر لكم. طب كلميها كده يا جرمين. لا 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 ولا كلميها ولا بتاع، دي ضربه منوم وزمانها في سبع نومه. بقول لكم الهام هيكبر جوه، هتاكلوا ولا اطلب درينك الاول نسخن القعده؟ متر. مساء الخير يا مستر معتز. صباح الجمال، هات لنا ازازه شمبانيا وهات المنيو عشان نشوف انا جولين. يلا بسرعه. انت ليه طلبت ازازه شمبانيا؟ عشان نتصور معاها يا صابر. في ايه يا صابر؟ النهارده اهم يوم في حياتي، بحتفل بعيد جوازي من غير مراتي يا جماعه. ايوه ماشي، بس انا مش هشرب معاك ده كتير قوي. انا هشرب معاك. مش كنت بتقولي انك بتصلي؟ هتشربي وانت بتصلي؟ مالك يا صابر حبيبي؟ ما تهدى علينا شويه، في ايه يا عم؟ اعتبره عصير يا اخي. حلو قوي دبوس الكرافات بتاعك. والله دي هديه الهام. الكرافات كمان جميله بصراحه، ذوقك حلو قوي قوي يا معتز. هو انتوا ايه مش جايبين هديه ولا ايه؟ لا ازاي، جايبين هديه طبعا. وري الهديه اللي انت جبتها يا صابر. حاضر، بس اعتقد يعني الهديه دي هتعجب الهام اكتر. ليه كده يا صابر؟ قط. انا قلت لك انها كانت هتعجب الهام اكتر. انا قلت له والله ان هو اكيد معتز مش هيعجبه القط. لا ده قط واسود كمان. ماشي يا صابر. الو. مساء الخير يا معتز بيه، انا زيدان مشمش اللي شفتك في الحنفيه النهارده. مشمش؟ عضو مجلس الشعب الاسبق مش السابق. تمام كده، بقول لسيادتك ايه، صديقي العلامه الجليل شمس المحب محمود هيحرق الجن اللي في شقه الست صفيه بكره، لو حابب حضرتك تشرفنا. لا مؤاخذه يا معتز بيه لو كنت عطلت سيادتك. لا يا عم ولا عطله ولا حاجه. سلام عليكم. سلام. حسبي الله القاهر القهار الجبار الجبار، عليه توكلت وبه استعنت، حسبي الخالق من المخلوق والرازق من المرزوق، وإياك نعبد وإياك نستعين، ونزل الكتاب ومجر السحاب، اهزمه منصرنا اهزمه منصرنا، أعوذ بكلمات الله التامات الصالحات. فلما ألقى قال موسى إن الله يبطل السحر، فبطلوا ما كانوا يعملون فبطلوا ما كانوا يعملون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. فين الست صفية؟ أنا صفية. أيوة يا سيدنا. سيدنا إيه بس يا بنتي؟ ده أنتوا اللي أسيادنا. بيتك حاوي وفيه واغش ياما، بس ما تخافيش ربنا حينصرنا بإذنه وبفضله. تعرفي سيدك وسيدنا سليمان ابن داود؟ سليمان. سيدنا سليمان عليه السلام. وبعد ما تقولي سيدنا سليمان عليه السلام تصلي على نبينا الهادي محمد أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هاتي طشت ولا بستلة وامليهم مية
وحطوا فيهم شوية خشب من اللي اتحرقوا وبرضه شوية هدوم من اللي اتحرقوا. حاضر حاضر. روح يا واد، روح هات الحاجة اللي قال عليها. ما تجيبيها انت يلا. اخلص روح. Thank you.